تفرض عليك ان انت تنحاز لاختيارات معينه. فارجو انه الناس باستمرار حتى وانت بتجتهد انك تقول لي الف احسن من ب، حط في اعتبارك انه الراجل المدرب المسؤول والهدف الاستراتيجي اللي عايز عنده يطلع بيه الصوره كمان، كامله. يعني الهدف الاستراتيجي اللي عايز يطلع بيه بالظبط. يعني كابتن حسام مثلا هناك كان يرى ان 1-1 كويسه قوي، وحتى الهزيمه بفرق جون هتبقى كويسه مش وحش، لن تقضي على اماله. ايوه دي ما ترضيناش احنا. ايوه فلما نيجي نحط التشكيله، في فرق انك تحط التشكيله المثاليه ايوه ها في والتشكيله المطلق المناسبه او التشكيله المناسبه للظرف والاستراتيجيه والماتش ومقتضياته. بالظبط. عشان كده بحب اكون انا منصف وانا بتكلم. هيقابل مين في الحته دي؟ ما اعرفش. وده عنده سرعات ولا انا ما عنده اعرفش مهاره؟ طريقه اللعب وانا هتناسب مين؟ ما عنديش رؤيه. عندي رؤيه اه بس يمكن انا وانا مدرب اعمل اللي بيعمله حسام ساعه المسؤوليه بقى، فاهمني؟ لان انت ليك حسابات مبنيه على اللي جاي كمان. انا لحد مثلا ما اخسر واحد مش عايز، عندي امل. لكن يعني انت عارف سر اعجاب، انا بفتكر سر اعجاب رضا عبد العال بالماتش اللي فات ايه وتقديره، هو يقول لك ايه العب مش عارف بفين والباقي طاير. ايوه فده اللي حصل، امن الدفاع وساعه الهجوم كله طاير، واخد بالك؟ اطراف سريعه قوي. اطراف سريعه. احيانا المدربين بيقولوا كلام احنا نقعد شوف بيقول لك ايه، لكن هو يقول لك عايز تكسب اعمل كده. فهو راح مأمن دفاعه بشكل معقول، قافل القلب كويس. يعني هو ما تقفلش قوي لان دخل جولين بصراحه. يعني مادام دخل جولين يبقى كابتن حسام حتى منزعج من الهدف. لا ما يبقى ما تقوليش الدفاع كان عامل اللي عليه. الجولين دول تأخر في الجون الثاني كمان ملوش اي معنى، لان انت لو انت قلقان كنت هتضغط، ما كنتش هتكسكس، ما كانش هيوصل للحته دي ويشوط. فانت احيانا تبقى متوسم اداء معين، يحصل لك في الملعب حاجه صغيره بره واحده تكلفك ان واحد يكسكس بدل ما يضغط. بس كابتن حسام البدري زي ما اليوم السابع بيجتهد، بيقول ان الكابتن حسام القى على لاعبيه بالوصايا السبع. الوصايا السبع اجتهاد صحفي يعني الحقيقه، لكنه لا يخلو الامر من ملاحظات مهمه. ايه اهمها يا باشمهندس؟ انا بس ملاحظ انه حاطط، انا رايي 2 تبقى تسبق 1، لان بقول لك اول واحد التسجيل المبكر. يا ريت، ما اصل ما تقدرش تطلب من واحد تقول له ايه من اهدافنا التسجيل المبكر، لو جت فرصه هيسجل. هو حد مش عايز يسجل؟ فما اقدرش احطها من ضمن اهدافي. يا ريت نسجل هدف مبكر ماشي، لكن تاني حاجه يقول لك غلق صفحه الافراح بالسداسيه. لا، دي نمره 1 مش نمره 2. تسبق كل ده. طيب قبل كل ده ويسبق كل ده الاطمئنان على الصوره لدى الاشقاء المغاربه، الاشقاء العزاز علينا دايما وابدا في المغرب، ازاي بيروا مباراه السبت؟ ازاي شايفين تاهل الاهلي لمواجهه الوداد؟ الوداد يا جماعه في الدار البيضاء، دي العاصمه الثانيه للمغرب، فيها الرجاء وفيها الوداد، يعني الاثنين الجماهيريين الكبار من الدار البيضاء. كان فيهم الجيش الملكي المغربي، لكنه الشعبية الأكثر في الدار البيضاء والمغرب عامة تتقاسمها جماهير الوداد والرجاء. الزميل العزيز الأستاذ أحمد نعيم الإعلام المغربي، أهلا بك يا أستاذ نعيم. أهلا وسهلا وتحية طيبة مغربية خالصة إلى الأشقاء المصريين. تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي، وأهلا بالوداد وبيكم دايما في مصر. عادل القيعي حبيبنا دايما، وانت استاذنا، ودايما ذكريات حلوه مع كل المباريات بين الوداد وبين النادي الاهلي. احنا كنا في ضيافتكم الكريمه الحقيقه في كاس العالم للانديه، وكانت حلقات مهمه الملك وكتابه عندكم مع كابتن عزيز بودربالة، طمنا عليه. عزيز بودربالة معشوق الجماهير المصرية والمغربية. صحيح. أنا على المستوى الشخصي صديقنا العزيز الحقيقة، على المستوى الشخصي أنا عادل القيعي هو نجمي المفضل. واستقبالك في فندق الدار البيضاء لعزيز بودربالة لا زلت أحتفظ بالصور لحد الآن، ولا زلت أنا وهو نشوفها في كل مرة. والله لاعب رائع يعني. لا وبعدين فنان ومطرب وعازف ما شاء الله يعني. لا زلت احتفظ بذكريات، بذكرى انني كنت السبب في لقاء بين
غزالة الملاعب العربية والكابتن أيوه. محمود القطيب وعزيز بودربالة في أحد فنادق البيضاء في سنة 2011. يعني نتمنى نشوفكم في القاهرة هذا الثنائي مع عزيز عشان نعمل لكم سهرة بقى، بس يكون المرة دي جايب معاه العود يعني. للإشارة فقط، فبسبب العود الراحلة سيدة الشاشة العربية كانت تلقبه بعزيز العزيز. الله، يعني كانت تعرف انه بيغني تماما. دائما زعما عزيز انا اقرب لاعب الى قلبي واقرب الى يعني عائليا وعلاقات شخصيه بعيدا عن الصحافه والاعلام، فعزيز لا ينفك، دائما يتذكر العلاقات التي ربطته بجميع الفنانين والرياضيين المصريين. يكفي ان الفنان احمد السقا خلال مهرجان مراكش قبل 3 سنوات اصر على ان يكون عز بودربالة هو من يسلمه درع التكريم في مهرجان مراكش. هذا يعني فخر للمغاربه وفخر للمصريين في نفس الوقت. بالتاكيد عزيز فنان والمصريين يعشقون الفن. لا، هو انسان رائع كمان طبعاً. بسيط ومتواضع رائع، وما زال محتفظ بالرشاقه وبالقوه. والله تهيأ لك انه لسه في الملعب. تماما، ونشكركم كثيرا على ما وصلنا، يعني دائما ما يصلنا من اصداء على حب المصريين للاعبين المغاربه. يكفي ما يصلنا عن طريق نادر السيد صديق المغاربه والذين بدانا نعتبره نصفه مصري ونصفه مغربي ايضا. ووليد ازارو يعني ما اعتقدش ان انتم تماما يعني وليد ازارو الان افتخرنا ان النادي الاهلي يعني يلعب في بين صفوفه لاعب شاب، لاعب له طموح ان شاء الله يكون من احسن اللعيبه. يعني يكفي ان وليد ازارو خلف اصداء طيبه هنا في المغرب مع الدفاع الحسني الجديدي. صحيح. وهذا شيء جميل، يعني ان النادي الاهلي يلتفت الى الانديه التي ربما لا تصل الى الشعبيه الكبيره للوداد والرجاء ويبحث عن المواهب. يعني هذا مساله اللي تحسب للنادي الاهلي. النادي الاهلي انا حاولت اجيب احمد بهجه وحضرت كنت في تونس في كاس في البطوله العربيه. سرقت نفسي يوم كده وعملت التاشيره وسافرت الصبح ورجعت بالليل على تونس، ما حدش عارف ان انا كنت في المغرب. 97 تقريبا. ورحت قابلت مولاي مأمون حاكم مراكش. مولاي المأمون بو فارس الذي كان هو الرئيس الفعلي للنادي الكوكب المراكش. ايوه. وقابلت احمد، واحمد اعتبره واحد من اعظم المواهب في القاره السمراء. كان خليفه بودربالة برضه. لا ده هو لعيب كان بقوام مصطفى عبده ورشاقه علي ابو تريكه وفكر علي ابو جريشه وفكر الخطيب. يعني كان ضربات الراس ما علينا، يعني وكدنا نقترب جدا، واستقبلني في قصره اللي عامل زي بتاع الف ليله وليله ده في مراكش. تماما، في مدينه مراكش. في مراكش. ايوه، ولكن المهم ما حصلش لانه راح السعوديه بمبلغ كبير قوي ما قدرناش عليه. لكن كدنا نقترب جدا، كنا هنبقى العلاقه تبتدي بدري شويه. لكن ازارو اتمنى انه يدينا نفس التوهج اللي احنا كنا متوقعينه من احمد. اكيد اكيد، ولنا الثقه الكامله ان وليد ازارو، يعني انا عرفته شخصيا هنا في المغرب لما كان لاعبا في الدفاع الحسن الجديد، والتقينا كذا مره على هامش مباريات الوداد والرجاء هنا في الدار البيضاء. ولكن وليد ازارو ما ينقصه هو زي اقولها بلغتكم باللغه المصريه، يعني اصبروا عليه شويه. لا، صبرانين، والجمهور استقبله قبل المباراه استقبال رائع جدا، اعتقد انه منحه الثقه انه يلعب باريحيه ويعمل لنا الهاتريك يعني. الحمد لله، وهذه كانت مفخره كبيره لنا احنا المغاربه، لان وليد ازارو يعني اعتبره زعما بشكل شخصي، وهذا اتفاق يعني تقريبا بين عليه اجماع انه هو مستقبل، ربما يكون هو مروان الشماخ الجديد بتاع المنتخب الوطني. نتمنى في المرحله المقبله ان شاء الله. وشخصيته كويسه وانسان. احنا يهمنا نعيم انه يوم السبت ان شاء الله يعمل هاتريك عشان نجهزه للمنتخب المغربي. واحنا ما يهمناش انه يكون ما يجيبش هاتريك. ايوه يهمك. طيب لا، احنا بنجهزه للمنتخب المغربي. قول لي نعيم، بودربالة طبعا معروف انه عزيز واحد من النجوم التاريخيين للوداد زي بدو الزكي وغيره. انت ودادي مش كده؟
شويه احمر. انا ليفربول اهلاوي ودادي مانشستر يونايتد كل اللي بيلبس احمر. طب كويس قوي، يبقى انت كده في المنطقه الحمراء ما يعني بين الاهلي والوداد. يعني انت في كل الاحوال هتسعد. ايوه بجميع الحالات سأكون سعيدا. يا بختك. أقول لك حاجة، يعني أصدقائي المصريين لما يطلع أي فانيلة جديدة بتاع النادي الأهلي بتوصلني على طول. قول لي طيب، إزاي شايف مباراة السبت؟ وأكيد أن في السنوات الأخيرة لعب النادي الأهلي والوداد مباريات كثيرة جدا، يعني صحوة الوداد الإفريقية كانت دائما تصطدم بطموحات النادي الأهلي. النادي الأهلي لا يمكن أن ننسى أنه سيد وزعيم الأندية العربية يعني على المستوى الإفريقي، وزعيم النادي الأندية الإفريقية ونادي القرن في إفريقيا. الوداد بتاريخه وبجمهوره وبشعبيته، فلا يمكن إلا أن ننتظر مباراة من الحجم الكبير. النادي الأهلي قدم مستوى أكثر من رائع جدا أمام النجم الساحلي التونسي. أكيد أن لم يكن هناك احد يعتقد ان المباراه ستصل الى هذا الكم الكبير من الاهداف من النادي الاهلي. في المقابل الوداد لعب مباراه جيده جدا مع اتحاد العاصمه، رغم ان الشوط الثاني كان اتحاد العاصمه الاكثر قوه والاكثر حضورا في المرمى، يعني والجمهور في مركب محمد الخامس حيث حضرنا كان تعذب كثيرا 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 جدا، خصوصا مع الفرص الطائعه للمهاجم الخطير ديال اتحاد العاصمه الدرفلو اللي كان قريب في كثير المناسبات انه يسجل هدف الخلاص بالنسبه لاتحاد العاصمه قبل ان يتمكن اشرف بن شرقي من انهاء المباراه. الوداد ضيع الكثير من نجومه، يجب ان نعلم جميعا بانه ضيع الكثير من النجوم الذين كانوا في السنه الماضيه يعني نجوما حقيقيين. يكفي ان نشير الى الثلاثي الافريقي، يعني مرتضى فال في الدفاع، في وسط الميدان الهجومي فابريس اوندهاما الذي التحق بالنادي الافريقي وتعرض للاصابه يعني غتحرمه من المشاركه مع النادي الافريقي لثمانيه اشهر، ثم في الهجوم احسن لاعب ليبيري ربما في تاريخ ليبيريا بعد جورج ويا اللي هو جيبور ويليام جيبور. ولكن الحاضرون ربما كانوا اكثر تالق، واعتقد بان على المستوى الهجومي يعني بوجود اسماعيل الحداد ومحمد اناجم واشرف برشرقي المباراه ستكون فرصه ليظهر هذا الثلاثي كما اظهر في المباراه السابقه انه حاضر، ولكن اعتقد بان المباراه تسير اذا عرف كيف الحسين عموتي يلعب. احنا كنعرفوا الحسين عموتي يلعب على مستوى الدفاع بشكل كبير سواء من خلال مرور بالسد القطري او الفتح الرباطي او اتحاد الخميسات، يلعب الدفاع ويغلق كل الممرات ويغلق كل المساحات، ولكن مع هجوم النادي الاهلي وتمريرات احمد فتحي ووليد ازارو يعني المباراه اعتقد ان على الوداد ان يبحث عن الخروج باقل الخسائر الممكنه في انتظار مباراه الاياب بعد اسبوع ان شاء الله بمركب محمد الخامس بالبيضاء الذي تاكد رسميا بان المباراه سيحتضن هذا الملعب بعد الاشاعات الكثيره التي تحدثت عن اغلاق دياله وتحويل المباراه الى مركب الرباط، ولكن الان بشكل رسمي المباراه بملعب المركب الرياضي محمد الخامس. يعني كنعرفوا الحضور الجماهيري وجميع المحللين الرياضيين كيعرفوا القوه ديال جمهور فريق الوداد وكيعرفوا القوه ديال التاثير ديالو. ربما الاهلي ذاق مراره هذا الحضور وهذا الضغط القوي خلال المباراة الأخيرة اللي انتهت بهدفين لصفر هنا في مدينة الدار البيضاء، فكنعتقد بأن التوجه العام سيكون هو الوداد يخرج بأقل الخسائر والأهلي يبحث أنه يزكي قوته التي كانت ظاهرة للعيان في مباراة النجم الساحلي التونسي. أنت تتصور يعني أن نفس السيناريو اللي عملوه الأداء والتكتيك والنتائج اللي في المجموعة ربما يكون نفس السيناريو يعني، ولا هتبقى ده فاينل بقى يبقى فيه مفاجآت هنا وهناك يعني؟ لا اعتقد انه سيكون هناك تغيير، ربما سيكون تغيير على مستوى الاسماء الحاضره في غياب عطوشي المطرود في مباراه اتحاد العاصمه ويوسف رابح الذي لم يتاكد رسميا اذا كان سيلعب ام لا بعد الاصابه التي تعرض لها قبل السفر بيوم واحد، ولكن لا ارى اي تغيير لان اللاعبين محدوديه اللاعبين اللي عند الحسين عموته فتجعله مجبرا على انه يلعب ربما في تغيير بعض المراكز او عدم المغامره بانه يلعب ب 4 3 3 يعني في الهجوم يكون اشرف بن شرقي واسماعيل الحداد ومحمد اناجم اللي كنعرفوا السرعه ديالهم وكنعرفوا حتى
ان في المباراه الاخيره ديال الاتحاد العاصمي يعني اشرف بن شرقي الذي قضى موسما مع الوداد موسم اكثر من رائع تترصده عيون اولمبيك مارسيليا ونيس الفرنسي يعني في مباراه الاتحاد العاصمه الكل في الملعب لاحظ حضور مجموعه من المراقبين ديال الدوري الفرنسي لخطف اللاعب اشرف بن شرقي ولكن هذا لا يمنع من ان نقول بان سيحاول حسين عموته انه يخرج باقل الخسائر والطريقه اللي غادي يلعب بها ستكون في الدفاع نفس اللاعبين باستثناء العطوشي وفي وسط الميدان ابراهيم النقاش وصلاح الدين السعيدي يعني لمحاوله انه يخنق هذيك القوه الضاربه ديال الهجوم وسط الميدان ديال النادي الاهلي. يعني احنا نعيم يعني انت تتحدث على انه الوداد يسعى للخروج باقل الخسائر في مباراه السبت، هل مباراة الأهلي والنجم الساحلي كان ليها صدى مسموع وملحوظ في أجواء الوداد؟ أكيد، وجميع الجماهير المغربية ليست فقط جماهير الوداد أو المحيط ديال فريق الوداد، يعني جميع الجماهير المغربية ونعرف بأنها متتبعة جيدا جدا جدا للأندية المصرية والأندية العربية، ولا ننسى بان لاول مره ربما منذ سنوات او لاول مره ربما لا تخني الذاكره بانه المربع الذهبي كله عربي، يعني والتركيز كان كبير على المتابعه ديال مباراه النادي الاهلي والنجم الساحلي، ولم يكن احد بالمره يعتقد بان المباراه ستنتهي بتلك النتيجه الكبيره. لمعلومات فقط هو ان المغاربه متابعون جيدا للدوري المصري سواء قبل سنوات التوهج ديالو لانه كنعرفوا مجموعه من اللاعبين وخصوصا الراحل عبد القادر البرازي اللي كان في النادي الاسماعيلي ولاعبه لنادي الدراويش يعني في ايام حمص وبركات وجريشا يعني بالضبط مجموعه من الاسماء، ومن مراها حضر عبد السلام بن جلون، وحتى الارتباط بالنادي الاهلي ارتباط كبير جدا. لماذا؟ لان كنعرفوا اولا ان النادي الاهلي كان خزان يعني كبير جدا للاعبين المنتخب الوطني المصري، والمسألة الثانية المهمة هو ربما نعطي غير واحد الفكرة على أن لحد الآن ما زال الجميع يتذكر الخروج وقت تغيير محمد أبو تريكة النجم المصري الذي لا يتناقش اثنان بأنه زعما لاعب عربي متميز بأخلاقه بمستواه الكبير، والجماهير كل جماهير مركب محمد الخامس تصفق له. ربما لو دخلت على موقع يوتيوب و بحثت على هذا الفيديو غتلقى الوصول ديال 3 مليون او 4 ملايين مشاهد. وحتى محمد ابو تريكه بعد سنه التقيت معاه في مباراه العيون التي حضرها رفقه دييغو مارادونا سنتين متتاليتين، يعني ما زال محمد ابو تريكه يتذكر بان تلك اللقطه ولن ينساها، يعني قال لك انا حضرت مجموعه المباريات عند الدول العربيه ولن انسى، قال لك قشعر بدني ودمعت عيناي وانا ما كنشوف الجمهور المغربي كيف حياني وكيف استقبلني بالاحضان. يعني على فكره اداء ابو تريكه في شبه كبير جدا من عزيز بدربالة، اكيد، وانا خصوصا لما بينزل تحت شويه نفس طريقه المراوغه والتمويه والتمرير يعني شوف لا زلت احتفظ بفيديو خلال حضور النادي الاهلي للمغرب للمشاركه في كاس العالم للانديه، استدعاني انا وعزيز بودربال السفير المصري لحضور في احد نوادي الجولف الملكي هنا بمدينه الدار البيضاء، وسجلت فيديو لعزيز بودربال وهو يدعو محمد ابو تريكه الى عدم الاعتزال، وعندما شاهدني ابو تريكه طلب مني وعدا بانني لن انشر ذلك الفيديو، وعد لقائي به بعد سنتين. هل لازلت زعما الوعد انا لازلت محتفظ على الوعد ولن يعني حتى علاقته به، يعني عندما يلتقي الكبار انا اقولها دائما عندما يلتقي الكبار لن تجد مشاكل، يعني هو يعرف مستوى عزيز وعزيز يعرف مستوى ابو بالتاكيد 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 والحمد لله ان ابو تريكه لحد الان بعد سنوات من الاعتزال يعني شاهدته في اخر مباراه نوفمبر الماضي يعني في مدينه العيون وكان دائما رائعا وسيظل دائما رائعا. نعيم انت جاي للقاهره ولا مش جاي؟ مش جاي لسبب بسيط جدا، هو مش مشكل تاشيره لانني ما عنديش مشكله انا في التاشيره المصريه لانني ربما الصحفي او الاعلامي المغربي قلائل اللي في هذه الخمس سنوات الاخيره رحت ثماني مرات للقاهره، يعني حتى
السفاره لما بدفع الباسبور يعني بكتفي بصوره فوتوغرافيه واحده لانه بيعرفوني كويس. اه ولكن لظروف العمل والشغل يعني هذا هو السبب اللي كان، ولكن قلوبنا زعما نهائي الاحلام. تمام. نهائي الاحلام بالنسبه للعرب كلهم يعني ان تشاهد وداد اهلي اكثر ما تطمح له، يعني على ما على ما على مدى يبحث المتتبع او الاعلامي الا على اصطدام من هذا المستوى. نتمنى ان يكون ترسيخا للعلاقات الاخويه بين المغرب ومصر، وان يكون دائما هو المثال اللي كنعطيو لصغارنا بان الكره دائما ودائما ودائما تنتصر على السياسه. شوف احنا بنحب المغرب، وعشان كده هنجهز لكم وليد ازارو احسن تجهيز للمنتخب ان شاء الله. أي اهلا بيك في اي وقت. و أنا عايز اقول كلمه واحده يعني عادل القيعي الاستاذ الكبير عادل القيعي يعني اكن له احتراما كبيرا جدا لانه ظل وفيا دائما وظل وفيا لنادي القرن، ودائما ارى فيديوهات يعني كان من بين الناس الذين تجدهم دائما الى جانب الحق. يعني شاهدت مؤخرا عدد من الفيديوهات عندما يكون هناك اي اعتداء ولو لفظي على النادي الاهلي تجده صامدا لصالح المد الاحمر اللي هو النادي الاهلي. وده قيمه الصدق يا نعيم، ان هو يصل صداه حتى بره حدود الوطن يعني. ف انت كده دي قيمه المهندس عدلي، ودي ده قيمه التلاحم يعني العربي الحقيقه. اشكرك جدا جدا يعني. حتى صوري معاك يا استاذ ابراهيم لسه عندي يعني. حبيبي يا نعيم انا جاي لك الماتش ان شاء الله. والله العظيم انت النمره عندك والاستاذ عادل اللي شرفنا ان شاء الله. ويا رب يا رب يا رب تكون هذا النهائي انتصار للقيم الاخرى. وكده ان شاء الله نتمنى لكل الزملاء الاشقاء في المغرب. انا انت وعدت يا استاذ عادل انت والاستاذ ابراهيم انكم جايين يعني حستنى. انا ابراهيم غالبا جاي، اتمنى اقدر اجي، لكن لو جيت يعني هتوعدنا بحاجه واحده بس. ان عزيز ياخدنا في سهره موسيقيه. ايوه. شوف انا هقول لك، انا نقول لك حاجه يعني بكل صدق. عزيز بودربالة عندما زعما قلت لك في مهرجان مراكش كان احمد السقا قال لازم عزيز يكون معانا. فعياو يكلموا عزيز على واحد نمره التليفون عنده، ولكن انا عندي النمره الثانيه. كلموني فقلت لي عزيز احمد السقا قال لي ممثل يعني كذا كذا كذا، يعني ما غاديش ندخلوا في تفاصيل يعني بطل حقيقي وممثل بالمستوى العالي وهذا، ولكن لو الشروط ديالي هو انه تكون بيناتنا كره، فلسه عندي صور يعني هو وياه بيلعبوا كره وهذا، فهذا شيء جميل جدا. نتمنى انا حرد لك الحاجه دلوقتي، نتمنى ان يفشل ازارو في لا يفشل ليه، ده الراجل لعيب دوله، احنا بنجهزه للمغرب، عندكم ماتش كوت ديفوار صعب. على اي حال الاهم ان احنا نطلع الاثنين كسبانين، سلوك رياضي يزيد من دعم العلاقات اللي هي المتميزة والخاصة جدا يعني بين مصر والمغرب الحقيقة. لا يمنع من ان الوعد لازم ان يحققه هو الاستاذ عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنسي. احنا في سهرة صباحي على انغام عود عزيز بودربالة ان شاء الله. يا سلام يا سلام، لا تبقى في طنجة كمان يا عيني. تحياتنا استاذ نعيم، تحياتنا ونلقاك على خير ان شاء الله.